حاجه نزلت جديد انا ما كنتش شفتها قبل كده في الدولار سي، اول مره اشوفها، اللي هو ده المنظم بتاع السكارف اهو، اسمه سكارف هانجر، عباره عن كذا عين. وعندي ده اسمه فيلت. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بكم معايا النهارده في جوله جديده من جولاتنا في تجاربي في امريكا. جولتنا النهارده هتكون في دولار تري، بنكمل الجولات بتاعه باك تو سكول اللي كنت بداتها معاكم. اهو ده الركن بتاع باك تو سكول الموجود في الدولار تري اهو. طبعا كل الحاجات دي ب 1 دولار اهو، في الاساتيك، في الاقلام، في لاستيك اللي هي بتحط في القلم من فوق. طبعا هتلاقي هنا في فولدرز وفي كشاكيل اهو، والجلو، وهنا الفولدرز اهي مقاسات واشكال طبعا على حسب ما انتوا هتحتاجوا اهو، الماركرز والسلوتيب، كل الحاجات اللي بنحتاجها. وهنا طبعا ده المقالم اللي بيستخدموها في المدرسة اللي بيحطوا فيها الالوان، كل الحاجات دي موجودة. وده طبعا الكراسات بتاعتنا اهي، في الكراسات دي اللي هي مخصوصة للحروف، شبه الكراسات بتاعت مصر بتاعت التسعة اسطر. وفي هنا المقالم، مقلمات اهي، دي الحاجات دي اللي تحط فيها اقلام، برضو لطيفة جدا وبتستحمل. يعني انا جايبة منها، يعني جايبة منها من السنة اللي فاتت، عندي لسه موجودة جميلة، في منها اشكال اهي. وهنا بقى المنظمات والالوان والبلو، كل الحاجات دي. وطبعا غير جوه بقى، ندخل جوه نلاقي ايه بقى في الركن بتاع الحاجات بتاعت الدراسة، هنلاقي بقى ايه الحاجات بالتفصيل. تعال نشوفها مع بعض. ادي الركن بتاعي اهو، هلاقي بقى الاقلام. ده طبعا الركن ده موجود طول السنة، هلاقي الحاجات اللي هي زي اطقم الجل، الاقي الاقلام الجل، الاقي الاقلام الجاف، الاقي الاقلام الحبر، دايما انتوا عاوزين بقى. في هنا زي كراسة سكتش رسم اهو، وديك بقى النوت الصغيرة، ودي الاقلام البيك بتاعتنا بتاعت زمان اهو. كل طبعا الالوان والاقلام، والاقلام كثيرة جدا. وفي البنسلز نفسها اهو، في برضو ده، دول حلوين 20 بيس بدولار، بس لا مش دي، هي دي الماركة دي كويسة، الماركة دي كويسة. وهنا دي الاقلام الهايلايتر، طبعا عندي الكشاكيل اهي كلها اهي من تحت اهي، كل ده الهايلايت والالوان. وطبعا عندي هنا النوتات، مقاسات كتيرة، والورق وهنا اهو، اهي النوتة ملونة ورقها. في هنا الورق ده اللي هو زي الورق اللي هو متقسم ده الملون، كل الحاجات دي هتلاقوها هنا في الدولار تري. والنوت دي اهي، في المسطر وفي الفاضي، واشكال كتيرة جدا، شايفين في ده الشكل ده، وفي اشكال عليها ورود، اشكال كتيرة الصراحة جميلة. وهنا ده الافرخ بتاعت الورق اللي بنستخدمه، ده الاتنين بدولار، الفرخ من ده اتنين اهو طوله بدولار. وفي عندي دي الحروف والحاجات اللي بنستخدمها لما نيجي نكتب حاجة او نعلق زينة او كده بس. واخر حاجة بتبقى عندي في الصف ده اللي هي الكتب، بتبقى بقى في كتب تعليمية، بيبقى في كتب تلوين، بيبقى فيها يعني فاريتي كتيرة الصراحة، تحفة يعني. في هنا الكتب دي بقى ايه، ده النص الناحيه اللي ايه، اللي بتبقى العاب شبه التعليمي، السودوكو والحاجات اللي هي فايند وورد والحاجات دي، بتحلوه بتنمي الذكاء وقوه الملاحظه عند الولاد. هنا بقى برضو حاجات اللي هي المكتبيه اللي تخص المكتب، السكينوت، المقالم، البرجل، اساتيك، بريات، يعني كل الحاجات، المساطر، كل الحاجات اللي ايه اللي هنحتاجها عشان المدرسه اهو. وده بقية المقالم اللي انا هورتها لكم بره اهي، دي بالنسبة ان انتي تحطي فيها الالوان او تجمعي فيها حاجات لطيفة اهي، شايفين
هي خفيفة شوية بس فعلا هي بتعيش. هنا بقى الركن ده اسمه تيتشر كورنر، ده بيبقى موجود برضو في كل دولار تري في نفس المكان بتاع الحاجات المدرسية، بيبقى فيه بقى حاجات تعليمية اكتر بيستخدموها في التعليم، يعني سواء كان كتب او زي كروت كده بيستخدموها يعلموا عليها الولاد. اهو ده الكاونتينج تبقى 36 كارت. هنا ده سبورت، هنا سبتراكت، في كذا حاجة. هنا في كومبير لو هنعمل مقارنة، تعلمي الولاد المقارنة. هنا الشيب، هنا سيم اور ديفرنت، يعني في ايه حاجات كتيرة تنفع تعليمية لو انتوا حابين تجيبوا منها كل مرة. مثلا ممكن تجيبوا حاجة العيال يتعلموا منها بطريقة تعليمية. في هنا في ال في ال هنا في بص الركن ده، هنا في هنا بقى الدباسات واللي هي الدبابيس الماجنتيك، وهنا الدبابيس الورق، وهنا المشابك، وهنا الكالكوليتر، وفي كل ما هتحتاجوه ان شاء الله هتلاقوه. هنا الجلوب اهو، انواع كتيره ومقاسات كتيره خالص اهو. انا كده خلصت الركن ده بتاع باك تو سكول. طبعا انا مش هلف في المحل كله، بس في حاجه واحده بس حابه اوريها لكم، حاجه نزلت جديد انا ما كنتش شفتها قبل كده في الدولار تري، اول مره اشوفها، اللي هو ده المنظم بتاع السكارف اهو، اسمه سكارف هانجر، عباره عن كذا عين. وعندي ده اسمه بيلت هانجر، تمام. الاثنين دول طبعا ده تحفه في استخدام الطرح، وطبعا العين كبيره بنحط فيها كذا طرحه طبعا تحفه. وده كمان بقى في ميزه تحفه ان احنا ممكن نستخدمه نعلق فيه بالنسبه للولاد، ممكن نعلقها في الدولاب ونعلق فيها البنطلونات بتاعتهم عشان بنطلوناتهم مش تقيله تستحمل فعلا انها حديد، يا اما تستخدميها تعلقي فيها الشنط. فالهانجر دي تحفة بجد، انا حساها عملية جدا ان احنا نستخدمها زي ما بقول لكم كده، يا اما للبنطلونات للولاد، يا اما نعلق فيها الشنط بتاعتنا. فعشان كده حبيت اصورها لكم. شايفين الوانتها، في منها الازرق جميل قوي، وده وفي الاورنج، عشان كده حبيت اوريها لكم. دي هتلاقوها فين عندكم؟ هتلاقوها في المكان اللي فيه السكارف، يعني ايا كان المكان اللي فيه السكارف عندكم هتلاقيها موجودة جنبها اهي. شايفين في نفس المكان اللي فيه السكارف هنلاقي الهانجر دي. صراحة هي لسه نازلة، انا اول مرة اشوفها ما شفتهاش قبل كده، فعشان كده عجبتني وحبيت اصورها لكم. بس كده دي كانت الجولة بتاعتي النهاردة باك تو سكول. هنشوف لو لسه في اماكن تانية هنروحها هصورها لكم، ويا رب يكون الفيديو عجبكم، ومتنسونيش من الدعم، والسلام عليكم ورحمة الله.